هجيب جون بالروبوت يعني. لا انت بتعلي الصوت عشان ما انا عارف اقولك خلينا هجيب جون بالروبوت عارف. يلا بقى على فكره هعدل الخمسه وهخش جول. واحد اثنين ثلاثه اربعه وخمسه. في حاجات كويسة؟ اه كتير جدا. اللي انت عايزه؟ جدا اكتر من اللي احنا عايزينه. الله يخليك اشكرك. ماشي ماشي ماشي. ومش لو تبقى قاعد على الكرسي يعني. ها فانا اقول لك يا يا هل احنا لبسناك يا بنت زي اتاكد بس من الريفلكشن بتاعك. اوكي حلو كويس. دلوقتي بقيت مخضوض اكتر. ده ايوه. انا خفت. طب راح اتحمم تاني. خفت دلوقتي. لما راح اتحمم تاني. هو كده بس ولا ايه؟ ده بيناديني ده ولا ايه؟ ده يعملوا ايه يا حبايب انا؟ لو لما رفعني مثلا بالمسدس اللي انا خدت الاول لحظه ما فهمتش الاول. وبعدين عملت تمين. لا دلوقتي بقى في تعصيب مخيف قليله وبتاع ومش قليله فعلا والله. لما شفت الناس كلها كل الناس كانت بتحارب بالليل كل الناس بتحارب والصبح كل الناس بتشتغل عادي. اه 100 100 طيب اتفضل. اوكي حاجه اعمل كده تاني. كله كويس كل اللي عم تعمله بيركس. وبعد كده طوالي هتكلم في الملوخيه والبحشه. وفي اللي قالت لي انت لما زلت مؤمنة بيك يا دكتور يحيى. اللهم قوم إيمانك. والله في الصلاة. ده الدكتور بتاعنا. لا لا مش معقولة مش معقولة ده أنت. اتفضلوا. أوكي. فبقول لك أنا لابسها طول الوقت. أنا رأيي بلاش تقلعها خالص. بلاش تقلعها بالعكس. خلينا عشان الناس ما تاخدش على يعني تاخد على الشكل بتاع الشخصية. عايز إيه بقى؟ نبدا بايه؟ بتتفرج على الكوره مثلا؟ لا الكوره ده اللي هصورك كل جسمك دلوقتي بس انا بصور وشك. بص في العكس. في العكس على طول. في العكس. اوكي. انا عملت تست بس. ميسي بقى ده عفريت من الجن. انت بس عاد حسب مكرر نفسي اعمل ايه تاني؟ حلو. بتحب بنتك جدا وخايف عليها جدا بس انا بالنسبه لي عملت لي كل حاجه. لا ممكن حاجه واحده. لما انا بقول لبنتي بلف وادور يعني عليها. اللي هي انا عارف ان انت ربنا يعني ان شاء الله ربنا يوفقك ويكون ابن. بس النهارده كان في للاسف الكلاسيكو. حلو. يعني كتير مش معقول. كويس شكرا ليك. يا دون يا دون يا دون. بس انا قرر فريم. هو انا كنا عاملينها نص وقفه يعني وانت قايم. مش عايز الوقفه كامله؟ ما وقفتش كامل وانت بتقوم يعني فاهم. ارفعها كده. جول. هتقولي جول. يس جول. جون بينج يس. ممكن وانت قاعد كمان كده تصور ثانية ممكن تصور كده في اللي هو لما بقول له خايف من ايه؟ اي كونتاكت بقى لله. نورت يا اسامة. اسامة ايه ده؟ كل ده مين اللي انا مين؟ مازن. مين؟ انا بس مازن. مازن نورت يا اسامة. يس يس يس. ثانية واحدة. شوت شوت. ولك خلصنا ودخل. ثانية ثانية امسك البتاع ارفعه لفوق. يس 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 يس. العب بقى.
بيعمل سيجار. ارفع اكتر عشان اعمل ايه؟ اللي انت بتعمله الا لما في الاخر خالص لما بعد ما بقوص فوق وبعد كده دي كلمة السر مش عايزين نقولها. لا ساعتها كام يوم؟ 80 كيلو ونروح بيروت وقلنا ها يا صورة بس انت هتاخد كيلو بعد كده السلاح وخدوا لي صورة رايحة طلبت قلت لهم 20 بس بتاعت المقاومة سلام عليهم والله فقال لي مش عارفين طبعا نقدر نعمل ده ولا تاني يوم راحوا. انت بتوافق على حاجة انت مش موافق عليها؟ انا هعترف بان انا كل حاجة غرة في الحياة وان انا اسحب كلامي كله وهنتحر عشان ما اموتش بنتي وولاد مراتي. حاضر حاضر حاضر. سنة واحدة بقى قلت حاجة ومراتك شيرين سكتتك قالت لك خلاص. في الجد ولا في الهزار؟ في الجد. وممكن كده تعمل ايه كده انه يلعن عن ابوك خاصه ابوك. طب الريموت 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 كنترول يس يس صار الجون ده بس الجون ده بس 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 بس. طيب بص اكشلي هجيب لك ريموت كنترول. يا مش موجه كده الثاني برضه يعني مش موجه لا الثاني لو بقى بس هو فكرة هايلة طبعا. دانيال انا هنا انا هنا. الناس دي كلها اوكي حد التوتر اكتر. انت قاعد على الكرسي عايز يعني تطلع من هدومك. هو ده يس 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 خلاص طب لو نبص بالكاميرا على طول يس يس يعني انت ممكن تعيط شوي يعني ممكن على حافة العيطان. يس في الرأس المائي. سوري هتعمل ايه؟ خسرنا الدوري خلاص بقى. انت دلوقتي قاعد على الكرسي ومتوتر جدا. ننسى موضوع الفوتبول نتوتر نخش على الموضوع اللي باخر الفيلم شويه بس اخد الشوط ده ماشي. عايزين اخده منك.